قال عز وجل في تعظيم هذا البيت المحرم وأنه أول بيت وضع للناس، قال عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فإبراهيم الخليل عليه السلام هو أول من بنى البيت العتيق. كما ثبت ذلك في مسند الامام احمد وفي الصحيحين عن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي مسجد وضع اول قال المسجد الحرام قلت ثم اي قال بيت المقدس قلت كم بينهما قال اربعون سنه قلت ثم اي يا رسول الله قال ثم حيث ادركتك الصلاه فصلي فكلها مسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا